ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله إلى الناس بتوحيدين عظيمين: التوحيد الأول توحيد الله جل جلاله، والتوحيد الثاني توحيد الكلمة. فقد قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين، هذا توحيد الله، ولا تتفرقوا فيه، هذا توحيد الكلمة. وقد شرع الله للمؤمنين أن يتآخوا بأخوة الإسلام الدائمة الباقية، فهي أقوى رابطة تربط هؤلاء البشر في هذه الدار وفي الدار الآخرة، فكل الروابط تنقطع عندما ينفخ في الصور، كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وتبقى رابطة هذه العقيدة مستمرة قوية، ولذلك قال الله تعالى في أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهم إخوان في الدنيا لأن الله قال: إنما المؤمنون إخوة، وهم إخوان في الآخرة لأن الله قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إن هذه الرابطة القوية مقدسة، فهي منطلقة من عقيدة الإنسان وعلاقته بربه جل جلاله، وهي مقتضية منه لأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وأن يرتبط بهذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد، وبكل من ارتبط بها. وعلى المؤمنين أن يرتبطوا بهذه الكلمة وأن يصلحوا ذات بينهم، فإن ذلك من تقوى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقد شرع الله لنا أن نتواصى بذلك، فقد قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإن المؤمنين في هذا الزمان هم عرضة لعمل أعدائهم ومؤامراتهم وتفريقهم، وأول أعدائهم إبليس العدو الأول للإنسان، فإنه لا يسعى إلا للإفساد بين المؤمنين وتفريق قلوبهم. ولذلك قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والصلاة عدو إبليس، فهي التي تجمع القلوب وتؤلفها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكان يقول: ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر. فالصلاة توحد القلوب وتؤلفها، وتجمع المؤمنين على كلمة التوحيد، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولكن إبليس يسعى لتفريق القلوب والتحريش بين المؤمنين، وهو ساعٍ لذلك بكل ما أوتي من قوة.
وقد أعين على ذلك بجندين هما جند الشهوات وجند الشبهات، فجند الشهوات يسلطه على الضعفة من الناس، وجند الشبهات يسلطه على الأقوياء، وبذلك يفرق القلوب إما على أساس شهوة وإما على أساس شبهة. وهذان الجندان أعان الله عليهما المؤمنين بجندين عظيمين من جنود الإيمان هما الصبر واليقين. فالصبر يرد الشهوات، فإذا صبر الإنسان عن شهوة زائلة وتذكر الشهوة الباقية الدائمة التي لا انقطاع لها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فإن ذلك يحول بينه وبين الشهوة الفانية. وإذا ثارت الشبهة لديه فإن انطلاقه من اليقين والدليل ورجوعه إلى الوحي المنزل الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قاطع لكل الشبهات. وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا صبر الإنسان فاتقى الشهوات وأيقن فاتقى الشبهات، فإن الله يجعله إماما من أئمة الدين المقتدى بهم ونعمهم. فقد قال مالك رحمه الله: إن شأن المتقين لعظيم فكيف بإمامهم. وذلك عندما قرأ قول الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال: إن شأن المتقين لعظيم فكيف بإمامهم. فاجتهدوا رحمني الله وإياكم في السعي لتوحيد المسلمين على كلمة سواء والتأليف بين قلوبهم ورد كل نزاع يثيره الشيطان أو يثيره أعداء هذه الأمة بين المؤمنين، فإن ذلك إنما هو لمصلحة أعداء الله جل جلاله. وبالأخص في هذا الزمان الذي هو زمان الفتنة، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وقد استحلت فيه الأنفس والأموال والأعراض، وأصبح بعض المؤمنين الساجدين المصلين المتوضئين يستبيح قتل المسلمين ظلما وعدوانا، وأصبح كثير من المؤمنين أيضا تهون عليهم الدماء فيعتدون على المسلمين لأتفه الأسباب، لخلاف إما أن يكون في أمر مادي زائل، وإما أن يكون في أرض بلقع ليس فيها منافع، وإما أن يكون في خلاف سياسي أو اجتماعي أو غير ذلك من الأمور التافهة المنقطعة. وإذا تذكر الإنسان عندما تثور فيه هذه الفتنة انتقاله من هذه الحياة الدنيا، وأن له أجلا مسمى سيأتي فيه ويأخذ الملك روحه وينتقل بها إلى الدار الآخرة، وحينئذ سيبدو له من الله ما لم يكن يحتسب، وسيرى ما كان مخفيا عنه، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حينئذ يرى أن ما كان يتنافس فيه الناس من حطام هذه الدنيا الفانية لا يساوي شيئا عند الله، فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل الضخم السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة. فلذلك لا بد أن ندرك قيمة هذه الدنيا وأنها زائلة، وأن المختلفين فيها والمتقاتلين سواء كان خلافهم على أمر مادي أو أمر معنوي سيندمون على ذلك إذا انطلقوا من هذه الدار وتزاحموا في القبور التي يزدحم فيها الأولون والآخرون، فيجتمع في القبر الواحد عظام من هو من أهل الفردوس الأعلى وعظام من هو من أهل الدرك الأسفل، وكل يصل إلى مصيره، فلا يصل شيء من عذاب هذا إلى هذا، ولا يصل شيء من نعيم هذا إلى هذا. كرجلين ناما يلبسان كساء واحدا، فكان أحدهما في رؤيا في غاية اللذة والسعادة، وكان الآخر في غاية الشقاوة والحزن والألم، فلا يصل شيء من لذة هذا إلى هذا، ولا شيء من حزن هذا إلى هذا، إنما هو تدبير الله سبحانه وتعالى وتقسيمه، وهو الملك الحق المبين.
فآمنوا بالله سبحانه وتعالى وأصلحوا ذات بينكم وأزيلوا الفتن عن أنفسكم قبل أن تنتقلوا عن هذه الدار. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إنكم في يوم عظيم هو أعظم أيام الأسبوع، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. وقد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، فإن صلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبركم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، فتذكروا حال أمتكم وما فيها من الشقاق والنفاق، وما فيها من البغضاء والقتال، وما تشهده من الجروح النازفة الغائرة، فتذكروا أحوال أمتكم، واعلموا أن هذه الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فلا بد أن تحسوا بهذه الأخوة ولوازمها، وأن تقوموا لله بالحق فيها، واعلموا أن سكان هذا البلد عددهم قليل، وأرضهم واسعة، وقد جعل الله لهم فيها من الخيرات ما يكفيهم، فإنما يسعى المفسدون لتفريق قلوبهم لإثارة الفتن والشحناء والبغضاء على غير أساس، فرابطة الإيمان تجمعهم جميعا ورابطة التقوى، وإيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن المنزل الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فتمسكوا بحبل الله جميعا، وانفوا الفتن والضغائن فيما بينكم، واعلموا أن ما يتنافس فيه المتنافسون من شأن هذه الدنيا قد بين الله درجته ومنزلته، فقد قال سبحانه وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله، وقال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك في هذه الساعة يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فأحلل عليهم أجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتهم أجمعين كتبهم بأيمانهم، وأمرهم على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وبيض هذه الوجوه جميعا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطه بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا أجمعين. اللهم ثبتهم بالقول الثابت، وألهمهم الإجابة بالصواب. اللهم نور لهم في قبورهم، ووسع لهم فيها، واملأها عليهم خضرا ونورا وروحا وريحانا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.